حد فيكم شاف قلامي الأسود والفضي اللي أبوي عطاني إياه؟ مو على طاولتك؟ هيه بس اختفى. في وايد أشياء بدأت تختفي في البيت، قلم أبوي، علبتي الخاصة بالمفكات الصغيرة، أساور سارة. صدق؟ غريب، شكله في حرامي في بيتكم. سالم لا تستخف دمك. أنا ما استخف دمي، في حرامي موجود هني. ما عندنا حرامية. حد منكم شاف عقدي الفضي؟ لا أمي. إنزين إذا شفتوه هاتوه عندي. بعدك تظن إنه ما في حرامي؟ أعتقد دحين لازم نتحرف في الموضوع. هذا اللي كنت أفكر فيه. إنزين إذا كنا نبغي نمسك الحرامي لازم أول شيء نجهز له كم من كمين. أكيد. بارد بارد. إنزين بسكر المكيف. بارد بارد. سكرت المكيف، بتدفين بعد شوي. بارد بارد. يمكن بدايات المرض. أنت مريضة؟ بارد. حد منكم شاف سالم؟ ايش هو؟ منصور بارد. خليني ألبسك هذا، هذا إن شاء الله بيدفيك بسرعة. بارد بارد. أمي أمي. شو حبيبتي؟ ما أدري شو بلاها بيبي، طول الوقت تقول بارد. لا تحاتين، بتصل بالبيطري. لما الحرامي بياخذ الخاشوقة بيرن الجرس وبنقدر نمسكه. والحين خلنا نيلس نتريا. هذا الحرامي. يدي خوفتنا. اسمحوا لي يا عيال، بس انتوا شو تسوون تحت هني؟ نحاول ان نريح شوي. لا نحن مبلى، الاسبوع هذا كان طويل ومتعب. زين بس انا بغيت اعرف اذا حد فيكم شاف مفتاح سيارتي، مو بقادر القاهم. يمكن خليتهم في السياره نفس كل مره. هذا اول مكان دورت فيه، هم اكيد في مكان ما هني، ما ادري وين، ما حصلته. ليش كنت تقاطعني؟ نحن ما نبغي نخبر اي حد عن تحركاتنا، هذه تحريات سريه. بس يدي مو بالحرامي حاليا، الكل مشتبه فيه. بس الحرامي عنده مفتاح سيارته. هذا على حسب كلامه. سالم لا تكون سخيف. بنشوف. أمي خليني أرقد بعد 10 دقايق. هذا الحرامي. أولا طقم القهوة. شو كان هذا؟ أمي هذا جرس البيت. بسيرة شوف منو عند الباب. ها مرحبا، أنا طبيب البيطري، جيتكم بسرعة. أتمنى ما أكون تأخرت عليكم. ما أبغي أعالج ببغاء ميت. أكيد حياك، تفضل. مشكور. أوه آسف آسف، النظارة الغلط. أنا وايد خايفة على بيبي طول اليوم وهي بارد بارد. تقول بارد. تقولين طول اليوم؟ خليني أكشف عليها. بارد بارد. لو سمحت بيبي هناك على الغصن. أوه صحيح صحيح صحيح، هي هناك على الغصن. ها آسف، النظارة الغلط. عفواً، وين قلت البغبغاء؟ بارد
فكرة، شو رايكم نسوي كمين ونصبغ المكان بالصبغ المخفي، والحرامي يوم بيكون مكان الكمين بتكون عليها آثار الصبغ. بس الصبغ ما ينشاف. بالضبط، وما بيقدر يشوفه ولا حتى نحن. نانو عنده جهاز أشعة فوق البنفسجية تظهر الصبغ المخفي. فكرة عبقرية. الحين خلكم حذرين، لأن صعب تعرفون وين حطيتوا الصبغ لأنه ما ينشاف. حط فيكم أنتوا الثلاثة شاف بزم كندورتي؟ ما شفتهم. شوف راسكم أنتوا الثلاثة حاطين صبغ مخفي عشان نمسك الحرامي. ما بتشككم أنتوا الثلاثة كبرتوا على ألعاب الخيال؟ نحن حالياً نواجه عقلية جرامية من الطراز الأول. هذا الحرامي ممكن يختبئ في مكان لسنوات ينتظر الفرصة الذهبية للسرقة. ممكن يكون أي شخص في هذا البيت. مستحيل حد من عائلتي يكون حرامي. ما في حد معفي إنه يكون مشتبه فيه في هذه الحالة. اختفى. نانو شغل الأشعة فوق البنفسجية. حاضر منصور. آها، آثار خطوات الحرامي أخيراً بنمسكها. نانو ممكن تتبع آثار الخطوات؟ حصل. لا هني. لا لا حصل. يلا 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 يا سالم. يلا يلا يلا. حقو نانو. حصل. يلا. لا 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 هاي شو غرفة. يلا يلا بسرعة بسرعة بسرعة. يلا وراي. فوق 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 فوق. سالم الظاهر الحرامي كان يالس مكانك. ها لا انا ما بالحرامي. ما في حد معفي من ان يكون مشتبه في هاي الحاله. بس انا ما بالحرامي. نانو سلط الاشياء على سالم. قلت لكم ما بالحرامي. ادري. اظن انك وقفت على الصبغ. طابت. انا خلصت الفحص والاخبار مو طيبه. ها ها طابت طابت. اوه لا 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 هذا اسوأ من اللي توقعته. بيبي لازم تنحط في الحجر الصحي. هي تعاني من متلازمة جنون البغبغاء وأخاف يكون قاتل. أنا لازم أرجع الحين العيادة وأبحث بشكل مفصل عشان أمنع انتشار وباء البغبغاوات في المدينة. أوه النظارة الغلط. لو كنت مكانك بخش أغراضي في مكان آمن. ما أعتقد بنقدر نمسك هالحرامي، مستوى أعلى عنا بوايد. ها عرفت منو الحرامي. بسرعة الحقوني. يلا يلا يلا. ليش جبتنا كنا هني؟ أنا جبتكم هني عشان أكشف لكم منو الحرامي. أي حرامي؟ في حرامي في البيت. ما عندنا حرامي في البيت يا سالم. لا لا ما عندنا. بس كل واحد منكم فاقد شيء من أغراضه صح؟ صحيح. بس هذا ما يعني إن في حرامي هني. خلوني أراويكم. بعدني ما فهمت يا منصور منو الحرامي؟ أعتقد إن سالم. أنا ما بالحرامي. هذا؟ أوه بزم كندورتي. مفتاح سيارتي. قلمي. بيبي خذتهم كلهم ودستهم هني. كل هذا لأنها تبغي تلعب لعبة حار وبارد. حار وبارد. يعني بيبي مو مريضة؟ لا. ما في حرامي؟ لا. ها ها ها. سارة ترى الجو وايد حار،
الله يخليك شغل المكيف. شباب خلكم يا بعض وما حد يفترق عنا، ورجاء لا تلمسون أي شيء يمنع لمسه، مفهوم؟ حاضر أستاذ. ممتاز، خلونا نمشي. اليوم بنطلع على مجموعة من النباتات والحيوانات من العصر الجوراسي، وبعبارة ثانية الديناصورات. صح يا منصور، الديناصورات حكمة الأرض حتى 66 مليون سنة تقريبا. في قطعة جديدة معروضة هني، ديناصور روبوت. عجيب، أي فصيلة؟ تيركس بالحجم الطبيعي. شو نتريع عيال، خلونا نسير. شوفوا ستيغوسورس فصيلتي المفضلة. وهني مثل ما تشوفون الترايسيراتوبس الجبار، يشبه وحيد القرن. صحيح، لكنه أكبر بثلاث أضعاف، شكله متوحش بس ما يتغذى إلا على النباتات. ها؟ طلع بقرة مدرعة. أكيد، الجسم المدرع كان يحمي الترايسيراتوبس من الحيوانات المفترسة، بس مو بكلهم. التيركس؟ صح، التيرانوسورس ريكس ملك السحالي المستبدة. بنسير نشوفه الحين. الروبوت تيركس؟ يلا نسير. اهلا وسهلا. شش. يعتبر التيرانوسورس ريكس اكبر ديناصور اكل اللحوم في العصر الجوراسي، ويمكن اعتباره اشرس مفترس على وجه الارض. أوه! عود. ايوه، طوله 12 متر ووزنه اكثر من 7 اطنان، وصدقوني ما حد يتمنى يشوفه يوم يكون جوعان. الحين خلونا نصحيه. جاهزين؟ شيء عجيب. يبلغ طول بعض أسنانه 5 إنشات، وإذا مسكك مستحيل يترك. لحسن الحظ هالأسنان مصنوعة من المطاط. كم سرعة التيركس أثناء الركض؟ لا نعرف بالضبط، بس متأكدين انه كان سريع جدا. خلونا نشوف رجليه وهي تتحرك. يظهر اننا نواجه بعض المشاكل التقنية. من هني نقدر نرجع نشوفه بعد ما يصلحونه. شوفوا هذا، كأنه صدقي. صح، إلا هالفتحة اللي على اليم. ها، واير متبطل؟ عشان شي الروبوت تسكر. بس يا شباب لا تلمسون شي. بس إذا وصلنا الوايرات بيشتغل. ارجع لورا، أنا اللي بصلح الديناصور. الموضوع سهل، بس وصل الوايرات في بعض، الأحمر في الأحمر والأزرق في الأزرق. ما تتدخل بشغلي يا فضولي، أنا بعرف شو عم سوي. شفت؟ صلحته. اعتبر نفسك مفصول اسبوعين. هذا اذا جيت. منصور شو الخطة؟ بخبرك اول ما احصل الفكرة. هذا سريع، وايد سريع، نحتاج حد يراقب من فوق. دور على بيت.
الحديقة، يلا نروح. الإشارة حمراء، الإشارة حمراء. خير؟ بغض النظر اني فوق ديناصور ريبون خارج عن السيطرة في الحديقة، باقي الامور طيبة. نحن وراكم، خليك متماسك. كيف بقدر انزل من هالشيء؟ انا بخير تقريبا، بعد الطريق طويل لتحت. شكرا، مهمتنا ما خلصت، لازم نمسك هالشي ونوقفه. شو؟ كيف؟ بعدني ما أعرف، بس إذا ما وقفناه قبل لا يوصل المدينة بنكون في ورطة كبيرة. الحقوني. بس نحن في ورطة كبيرة الحين. اسمعوا، الشرطة جايين. لازم في طريقة تخلينا نوقف هالشيء. لازم يكون في زر سكرة. لقيتها نانو، انتقل لحالة المسح. لقيتها، شوفوا الزر موجود في الداخل. ممتاز، مكانه وايد ما بسهل نوصل له. لازم نلقى طريقة ندخل ونطفيه من هني. سالم امسك هالطرف، وعبيد لف الطرف الثاني من ورا الشيرة اللي هناك. شو هي الخطة؟ شباب انتوا خلكم هني، انا بحاول اجيب الروبوت من هالطريق. اول ما يمر من هني اسحب الحبل. تمام يا منصور، بالتوفيق. بالتوفيق. هاي تعال هني يا القنبلة مصدي. هاي هاي أنا هني. شباب استعدوا الحين. ما عندي غير هالحل. سويت بروبوتي؟ إلا روبوتك أنت. شو سوى بمنصور؟ ليش تأخر منصور؟ سواها منصور. سوى شو؟ وين منصور؟ هي مشكورين. لازم تتحملوا نتيجة غلطتكم يا أولاد. انتوا اللي لازم تتحملون نتيجة غلطتكم. ديناصوركم كل واحد من طلابي بسبب تدخلك في شيء ما تعرفه. احمد ربك ان ما حد تأذى. معاه حق. انا اقترح انك تشكر هالاولاد لانهم وقفوا روبوتك، فعلا هم ابطال. اقدم اعتذاري، فيكم تزوروا المتحف اي وقت تحبوه مجانا. خلونا ناخذ صورة. استاذ علي ممكن؟ اوه ليش وايد تأخروا؟ شباب حميد بيجي مع سلطان قريب، بس تعرفون سلطان يحتاج شوية وقت.
ليش أبوي؟ لأن سلطان عنده توحد، يعني هو يشوف ويسمع ويحس في المحيط اللي حوله بس بشكل مختلف عن غيره. كيف يعني؟ يعني هو عنده صعوبة في التواصل والاختلاط مع الناس. عمري ما قابلت حد عنده توحد، بتكون تجربة حلوة. شو؟ عفوا، بس ولدك بيجي ويانا؟ لا، سلطان يحتاج شوية وقت عسب يتعود على وجودكم هني. أوه، جبت شيء يمكن يحبه. هو يحب القوارب. إذا صرتوا تلعبون بالقارب في المسبح يمكن تلفتون انتباه سلطان ويلعب وياكم. أنا أول واحد بلعب. لا أنا قبلك. إن شاء الله يجيب الولد المتوحد. عنده اسم. تتوقعون شكله مثلنا ولا بيكون شكله تعرفون غريب؟ إذا تبى تشوف شيء غريب طالع انعكاس وجهك في الحوض. شو جالس تسوي؟ ولا شيء. ما يرد السلام، سلطان ما يتحرك. شوف متكبر. هو مو متكبر يا عبيد، هو بس مختلف. انا اشوف ان اللي ما يرد السلام على غيره متكبر، وانا اشوف انك تطلع لسانك لغيرك قلة احترام. خليك هني. مرحبا، اكيد انت سلطان. انا منصور، أنا أعتذر بالنيابة عن صديقي، هو ما يقصد. حلو، أنا عندي من هالكروت. لا. أوه، اسمح لي. تبادي تلعب ويانا بالقارب؟ عندي روبوت اسمه نانو، شوف. مرحبا، سلطان. إنزين، اتشرفنا بمعرفتك، بنكون برا إذا حبيت أتي وتلعب. شوف هالمركب الفنان، اللعب فيه ممتع. يمكن للمصابين بالتوحد أن يطوروا اهتماماً محدداً في موضوع معين. أعتقد أن اهتمام سلطان هو القوارب. ها؟ مستعدون للإقلاع. زين، نو يبى يروح في جولة في القارب السريع؟ شو استوى؟ سلطان ما يحب الأصوات العالية. وانتو الثلاثة صوتكم عالي. أوه، آسفين. تمام، خلونا نروح. هالمكان زين. نو يبى يجرب هذه. سريع ولا بطيء؟ سريع لو سمحت. تمسكوا. كانت تجربة عجيبة. كان
أنا تتخوف. الحين دوركم. جاهزين؟ لعبة ممتعة. سمكة القرش، أسماك القرش. دلافين. عمري ما شفت دلافين. أنت جاهز؟ جاهز. الحبل، الحبل. ها؟ 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 منصور. الوضع سيء، بس ما أظن بيكون أسوأ من شيء. منصور بسرعة. مرحبا منصور. نانو الحمد لله اني شفتك. ارسل للقارب احداثيات موقعي بسرعة. تم الارسال، القارب في الطريق. ان شاء الله يوصلون بسرعة. شكرا لأنك أنقذتني. هالشيء طبيعي؟ العاصفة تقترب بسرعة، لازم نرجع للشاطئ. لا تحاتون، بنوصل البيت قريب. هالسماعات تلغي الضوضاء، بتخلي كل شيء هادي ومريح. النجدة، خلونا نطلع من هني. شو استوى؟ شو بتسوي الحين؟ كفو يا سلطان. النجدة، النجدة. شو السالفة؟ هناك النجدة. هناك. شكراً مرة ثانية إنكم انقذتوا حياتي اليوم، كنتوا فعلاً شجعان. وشكر خاص لك يا سلطان. آسف نسيت. والحين أترخص. مع السلامة. مع السلامة. ونحن بعد بنترخص. كان يوم عجيب. مشكور. بس العاصفة خربت علينا. الحمد لله أن مهارة ومعرفة سلطان أنقذتنا كلنا. أوه لا تنسى سماعتك. لا عادي، سلطان يقدر يحتفظ فيهم، أعتقد هو يحتاجهم أكثر مني. هذا لطف منك، شكرا. العفو، مع السلامة. مع السلامة. سلطان. ها؟ ها؟ سلطان يقول لازم تيون وتعيشون مغامرة جديدة معانا. أكيد. سلام. الله يحفظكم.
ليش؟ أنا متوتر. وأنا بعد. وأنت يا سالم؟ وايد متحمس، ما أقدر أتريى لين نبدأ. جوهرة الحظ ساعدتني إني أكون أحسن ممثل وامتصت مني كل التوتر. ما شاء الله، شوف كل هالناس اللي جايين يحضرون المسرحية. الحين أنا وايد متوتر. أنا الصراحة ما أقدر أتريى. يعني أنت مو بخايف ولا حتى شوية؟ لا، ليش أخاف وأنا عندي جوهرة الحظ؟ وايد ممثلين يشلون شيء وياهم يبلهم الحظ. وينها؟ وينها؟ ازيكم يا ولاد، شكلكم يجنن. جاهزين للاستعراض؟ ما اقدر ما اقدر ما اقدر ما اقدر اطلع، نسيت كل اللي حفظته. لا تخاف يا سالم، بتتذكر كل شيء اول ما تطلع على المسرح. لا 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 لا, لا ما اقدر، احتاج جوهرتي. انزين خلونا ندور عليها. المسرحية هذه بتكون مضحكة وايد. وينها؟ وين؟ وين حطيت جوهرة الحظ مالي؟ وين وين وين؟ وين؟ هني؟ لا لا. بس بس. سالم سالم، تعال هني. شوف. يلا يا شباب، فاضي دقيقتين لحد ما نبتدي. نحن ما بنقدر ندورها من فوق المسرح، لازم حد ثاني يساعدنا. منو قصدك؟ شمة بتحضر المسرحية، بنسألها إذا تقدر تساعدنا. تليفوني ما بعندي وما أقدر أسير وأنا لابس هاللبس. أنا أعرف، عبيد تعال وياي بسرعة. هلا عمي، هلا عمتي، هلا شمش حالكم؟ ها منصور؟ شو تسوي هني؟ ومن وياك؟ عبيد. هلا عبيد. هلا شما. سالم ضيع جوهرة الحظ وما يقدر يطلع على المسرح بدونها، ممكن تساعدينا ندور عليها؟ جوهرة الحظ؟ شو تقصد؟ الشيء الأخضر اللي يشله وياه؟ انزين خلوني أشوف كيف أقدر أساعدكم. شكرا يا شما، شكرا. شكرا شما. أنا الساحر الشرير، جيت أدور عن علاء الدين، راح أخدعه وبخليه يجيب لي المصباح السحري اللي بخليني أحكم العالم. شوفوا هذا هو. يومه ها؟ قلت شوفوا شوفوا هذا هو. مرحبا يا علاء الدين، أنا عمك المفقود من زمان. أعرف أنك ما بتصدق بس هاي هي الحقيقة. ما كنت أعرف أنه عندي عم. أبوك ما خبرك عني؟ لا لا ولا مرة. إنزين تعالوا وياي براويك منظر عجيب عيونك ما بتصدقه. هاي المسرحية وايد حلوة، عيبتني الصراحة. ايه من زمان ما شفت مثلها. ما بقادر اتذكر اي شيء. لا تخاف، انا علقت النص على هاي السنارة، بخليها قدامك طول الوقت عسى بتقرا منه. اوه شو ها، ما اعرف وين ممكن احصل جوهرة سالم. لقيتها، فكرة حلوة يا شمع. ها يا ولد اخوي، شو رايك في المناظر الحلوة اللي شفناها في المدينة؟ بس بعدك ما شفت شيء، خلنا نروح البر وبراويك مناظر اروع منها. ها شش شش شو شو بتراويني يا عمي؟ يا عمي اصبر شوي، خلنا اول شيء نشعل النار. الحين براويك أكبر كنز واللي بيخليك تصير أغنى سلطان في الشرق.
انتبه من النار. الحين ادخل وجيب لي المصباح. مشكورة يا شمة، جزاك الله خير، ما قصرتي، أنقذتي المسرحية. ممتاز يا أولاد، ما كانش زي ما تدربنا، بس المهم عجب الجمهور. سالم، ممكن كلمة لو سمحت؟ كنت كويس قوي يا سالم، انت بس ريح أعصابك وحتبقى زي الفل. لا تخاف يا سالم، شوف لزقت النص علي علشان لما أكون على المسرح تقدر تقرأ. أوف. يلا كل حد ياخد مكانه، المشهد الثاني هيبتدي. خذ كل الذهب اللي تباه، بس اول شيء جيب لي المصباح. انا جني المصباح. أبا أطلع من هالشاورما. تقصد تبقى أنك تطلع من هالكهف وترد البيت تاكل شاورما؟ شبيك لبيك، أمرك بين إيديك، أنت في البيت. شو أمنيتك الثانية يا سيدي؟ أباك تملي بيتي بالقمامة. تقصد تبقى أملي بيتك بالكنز وتتخلص من القمامة، صح؟ أقدر أعطيك الكنز اللي تباه يا علاء الدين. خذ هذه الجوهرة الغالية. شكرا على هذه الجوهرة يا جني. الحين أبا حصان أبيض عشان أروح قصر السلطان وأطلب إيد الأميرة ياسمين الجميلة. يوم يوصلون بنسحب الرافعة وبنرفعهم فوق مرة ثانية وبسرعة. لا 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 دخلوني ضابوني. قصتنا وصلت للنهاية، كل الباقي إن نشكركم على الحضور وتصبحون على خير. برافو يا أولاد، كان التمثيل مقنع بشكل جميل. لذيذ. شو سويتي؟ هذه حلاوة يا سالم، دورت جوهرتك بس ما حصلتها، وبعدين تذكرت ان عندي حلاوة في شنطتي فاخترت واحدة تشبه جوهرتك. يعني الجوهرة ما كانت تجلب لي الحظ وانا كنت متوهم هالشي. لا يا سالم، انت ممثل ممتاز ما تحتاج حظ، بس تكفيك موهبتك الطبيعية. شما عندك بعد حلاوة في شنطتك؟ لا اسفة يا عبيد، خلصت كلها. اوه حصلت واحدة ثانية. اخ هاي جوهرة الحظ. ما يخص الحظ وهاي الجوهرة. صح يا حبيب.
اشارك في مهرجان ابو ظبي السينمائي، واتمنى انكم تساعدوني. شو لازم نسوي؟ تمثلون. شو اسم الفيلم؟ روايه زائر غير متوقع. عن شو هذه القصه؟ هذه قصة مخلوق فضائي تطيح مركبته الفضائية في أبو ظبي، وعقب تطلع قوات الأمن وتلحق المخلوق الفضائي، ولكن شخصين يساعدون المخلوق الفضائي في إصلاح سفينته عسى بيروم يرجع لكوكبه. وإذا فزنا بنحصل على جائزة وبنروم نعرض فيلمنا في السينما، وبيشتهر الفيلم وبنشتهر وياه. إنزين، منو فيكم بيشارك في الفيلم؟ ما شاء الله عليكم. الزين، خلونا نبدأ بتصوير الفيلم. في المشهد الأول بنصور السفينة الفضائية وهي تحترق وتصطدم في الأرض. عبيد، ممكن تكون كابتن المركبة؟ أوكي. عبيد، ارفع المركبة الفضائية عن الأرض شوي شوي. انزين عبيد، طيرها فوق. شوف شو ها؟ شو ها؟ مركبة فضائية؟ هي أظن أنها مركبة فضائية. لا، شكلها بتصطدم بالأرض. تعتقد ان في مخلوق فضائي داخلها؟ زين سويتوا انتوا الاثنين. شو هذا؟ مركبة فضائية. نزل المركبة الحين يا عبيد، بس شوي شوي. فقدت السيطرة. استمر. زين، الحين حق المشهد الثاني، انتوا الاثنين بتتلاقون يا المخلوق الفضائي. يلا عبيد، البس. بسيرة، جهز اغراض المركبة الفضائية. سالم، لو سمحت تروم تجيب القناع لعبيد. شو اسوي في هذا؟ لصقيه بالصمغ. انزين، بحط لها صمغ. اللي يبقى المخرج يستوي يا عبيد، لا تتشكى. تعتقد ان هاي فكرة زينة؟ كيف بعد عقب؟ اخيرا يا عبيد، استويت مخلوق فضائي. شوف عبيد يا جماعة. الله، شو هالمخلوق الفضائي العجيب؟ شغلت محول الصوت وحطيته على صوت المخلوق الفضائي. مرحبا، اسمي عبيد، انا مخلوق فضائي. عجيب. هذا الجاف تعلمنا عنه في درس الكيمياء. والله، وين كنت انا؟ يا ريت انتبهت اكثر. سارة، لو سمحتي شغلي الاضواء. اوكي. انزين سالم، شمة، اكشن. شوف المركبة الفضائية طاحت هني. ايه، تعتقد ان في مخلوق فضائي داخلها؟ شوفي، اطلع، ما بنأذيك. تتوقع انه يحب الكاكاو؟ شوفي، مخلوق فضائي حقيقي يحب الكاكاو. يم. اهلا وسهلا بك في كوكب الارض. انت في ابو ظبي. نحن مسالمين. انت في امان ويانا. ساعدوني رجال الامن، مخلوق فضائي، ساعدوني. من اي كوكب انت؟ عندك اسم؟ سارة، انت جاهزة؟ انت ولد ولا بنية؟ اختربت مركبة الفضائية؟ ما حد يتحرك. أنا الضابط محمد من ميم ألف عين ميم قاف عين ميم فاء.
المقر الرئيسي، هذا الضابط محمد، عندنا حالة طارئة، احتاج دعم فورا. ما حد يتحرك. شو اللي مستويه؟ هاي هليكوبتر قوات الأمن. قوات الأمن شو يا البنات؟ ما أعرف، يمكن يتدربون. شو نسوي الحين؟ المشهد شكله عجيب، خلونا نستمر بالتصوير. أكشن! زملائي من قوات الأمن وصلوا. ما بنخليكم تاخذونا. ما تشوفون انكم مخوفينا؟ ما حد يتحرك، هذه المنطقة محاصرة، في مخلوق فضائي في الحديقة. المخلوق يتحرك، الحقوا. اظنهم يتحرون بان عبيد مخلوق فضائي حقيقي. شوف، يلا يا جماعة. الى جميع الوحدات، كم مرض المخلوق الفضائي وهو يركض في اتجاه الشرق. يلا هرب، ما تشوف المخلوق الفضائي. لقيته عبيد. نحن هنا عبيد. عبيد اتريا، نحن ربعك. عبيد انتبه. نرجو منكم الابتعاد، هذه المنطقة غير آمنة. في مخلوق فضائي في الحديقة. يود المخلوق الفضائي وحملوه في الهليكوبتر. لا تري، هذا ربيعنا. هذا مو بربيعكم، هذا مخلوق فضائي وقد يشكل خطر على أهل المنطقة. لا أقصد أن ربيعنا صدق. صديق صديق. اسمه عبيد. شو؟ أعطيتوه اسم بعد؟ أنا آسف، هذا مو بحيوان أليف عشان تلعبون معاه. لا، نحن كنا نمثل بس، نصور فيلم. هذا ربينا، في زي أحن سويناه. صديق، متنكر، صديق، متنكر. أذكنا. شو تسوي ها؟ المخلوق الفضائي قاعد يتحول سيدي. يتحول لشو؟ عبيد. هلا يا جماعة، في مخلوق فضائي هني. ليش تضحكون؟ أنا تشاد. في مخلوق فضائي هني. أنت المخلوق الفضائي يا عبيد. قوات الأمن كانت تلحق أنت. ها انزين، وركك ومالي. انزين يا جنود، هذا مو مخلوق فضائي، خلونا نطلع من هني. في مرة يودت مخلوق فضائي حقيقي؟ طبعا لا. هل المخلوقات الفضائية موجودة؟ أكيد لا. انزين ليش انت هني؟ نحن مو بهني. شو؟ نحن مو بهني. نحن مو بهني ولا شيء من هذا استوى. اتفقنا؟ بننسى الموضوع. إذا نقدر نستخدم اللي استوى حق فيلمنا. شغل الهليكوبتر. شوف المخلوق الفضائي طليق، الحقه. اقبضوا على هذا المخلوق. ضيعناه سيدي. شو يعني ضيعناه؟ يعني شرد سيدي. انزين، خلينا نرجع. راحوا يا
الفضاء الصغير. أنت بأمان الحين. خلنا نصلح مركبتك الفضائية عشان تقدر ترجع لكوكبك. كوكبي. هاك صلحناها. أنت جاهز للانطلاق. مع السلامة. لا أحد يتحرك. لا ردوا مرة ثانية. خلوه في حالة، هذا ربيعنا من كوكب آخر. لا تأخذونه وتسوون تجارب عليه. عندي بس شيء واحد أقوله. مع السلامة يا الفضائي الصغير. مع السلامة كابتن.